السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الدرس اللي فات شوفنا ازاي نعمل الميتال شيت للحوايط، واعتمدنا ان احنا بنعمل كرتين وول وبنبدأ نحط الشكل الموجود دلوقتي. طب احنا عايزين نعمل روف، فاجي على فايل واقول له ان انا عايز اعمل نيو فاميلي، وهنختار بروفايل مليون اوبن، ونبدا نرسم بقى الشكل اللي احنا عايزينه. فنبدا نرسم مثلا الريفرنس بلاد اللي احنا عايزين، ونقول له دايمنشن من هنا لهنا لهنا ايكوال، ومن هنا لهنا 160. ونبدا بقى نرسم الشكل اللي احنا عايزينه. ممكن مثلا ارسم بالشكل دوت، وممكن نعمل اوفست بمقدار مثلا 25 مثلا او 20، ونقفل الشكل بتاعنا. ونعمل ميرور، وبعد كده هنبدأ نحمل البروفايل دوت على المشروع. وبعد كده هاجي هنا اقول له ان انا عايز ارسم روف في الدور التاني. ماشي، شوف بقى انت محتاج سلوب او مش محتاج سلوب زي ما انت عايز. هنختار بقى السقف يكون سلوبنج جلازنج، وادخل هنا بقى في الايديت تايب، وابدا اختار البروفايل اللي احنا عايزينه. هنا المسافات ممكن نخلي دي مثلا 1000 بالشكل دوت، تمام، واقول له اوكي. وممكن لو انت عايز تلغي السلوب الغيه، او ممكن تخليه في اتجاهين معينين زي ما انت عايز، واقول له اوكي. عملها بالشكل دوت. طيب ممكن انا اجي بعد كده اقول له ان انا عايز اضيف المليون، واقول له edit type، واقول له ان انا عايز اضيف مثلا البروفايل اللي هو family 3. اوكي، واقول له all grid بالشكل دوت. نبدأ نلغي بقى الحاجات اللي هي كبيرة او الحاجات الاضافية، تمام. نقدر نغير السايز زي ما احنا عايزين، تقدر تعمل برضو الناحية دي. احنا عاملين قطاع كبير، يعني المفروض 10 سم حاجة زي كده، لكن احنا بس ايه كشرح للفكرة، تمام. طيب لو في حاجة عايز اشيلها ممكن تعمل سيليكت عليها، تمام. لو في حاجة غلط تقدر تعمل سيليكت وبعد كده تقول له ديليت، يبدا ان هو يمسح حاجه بالشكل ده. فتقدر تبقى معاك السقف في اي وقت زي كده. قول جريد، نقدر بقى نشيل الاضافات او الحاجات اللي احنا مش عايزينها.